السيدة لينا قنوع محللة الأسواق المالية في إكويتي جروب، أهلا ومرحبا بك معنا. لينا، الذهب يصعد إلى مستويات قياسية مدعوم بعدة عوامل، ولربما أيضا العين تبقى على الاستثمارات البديلة ذات العوائد المنخفضة اليوم، المحفزات وأيضا إصابات كورونا، ضعينا في الصورة. أهلا ومرحبا بك. بالفعل أسعار الذهب تحلق إلى مستويات يعني لم نراها منذ يعني عام 2011، كسرنا مستويات 1920 دولار، هي كانت الحاجز، لو تم كسره فنحن ربما سنصل إلى اتجاهات صاعدة إلى مستويات 2000 دولار. كل هذه الارتفاعات أو الاتجاهات الصاعدة اللي عم نشوفها على أسعار الذهب بفعل سياسات البنوك المركزية والتحفيزات النقدية والمالية التي ضخها، وخاصة من قبل الفدرالي الأمريكي الذي قام بضخ 3 تريليون دولار، وأيضا البنك المركزي الأوروبي مؤخرا، وأيضا سياسة التحفيز التي سوف تكون خلال هذا الأسبوع، ربما يقر الجمهوريين والديمقراطيين على حزمة تريليونية جديدة بقيمتها هي 1 تريليون، فكل هذه سوف تدعم أسعار الذهب. ربما تحدث لو حصل حزمة تحفيز بعض الضغط على أسعار الذهب، لكن سوف يعني ستكون بنطاقات ضيقة ثم تعود الاتجاهات الصاعدة بفعل انخفاض الدولار الأمريكي. نحن في ارتفاع في عدد الإصابات، ما زلنا في فيروس كورونا، وخاصة في الصين عم ترتفع أعداد الإصابات عن تصاعد التوترات الأمريكية والصينية، ما زالت حدة بفعل إغلاق السفارتين في تشينغدو وبالمقابل في هيوستن بولاية تكساس، وأيضا نحن نقترب من الانتخابات الرئاسية الأمريكية، فبالتالي كلها أسعار الفائدة المتدنية، كل هذه بالفعل سياسات داعمة للارتفاع. نحن نتحدث عن مستويات فنية، إذا تحدثنا عن المستويات الفاصلة هي الحاجز النفسي 1820، لو فعلا نحن يعني هذا الحاجز النفسي مهم وهو يفصلنا، لو سوف نصل إلى مستويات 2035 من القمة اللي حققناها ب 2011، إلى القاع اللي وصلنا عند 1046. طيب لينا، يعني يوم الغد أيضا ستشتغل مع لجنة السياسة النقدية للفدرالي، وعلى الأغلب التوقعات تشير أنه لن يقدم على أي حراك، يعني ستبقى أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية. في حال يعني اليوم إحنا بنشوف الدولار أيضا عند أضعف مستوياته من عامين، إلى أي حد تعتقد أنه ضعف الدولار مرده إلى خطط التحفيز؟ وكما يعني اليوم قرأت في إحدى المقالات، يعني خاصة يعني مش مقال، كان رأي لمدير صندوق يستثمر في الذهب، قال يمكنك أن تطبع الذهب، وهو إشارة إلى تسهيل كمية وطباعة الدولار بكميات كبيرة. إلى أي حد تعتقد أنه هذا سيؤجج المخاوف حيال التضخم وكذلك سيضعف الدولار قريبا أكثر؟ نعم، بالفعل كما ذكرتي هناك يعني انخفاضات الدولار عم نشاهدها بفعل السيولة النقدية عم تضخ في الأسواق بفعل سياسات التحفيز النقدية والمالية، وبالتالي متوقع لو في كان هناك حزمة تحفيز سوف تضعف الدولار، منها كما ذكرتي التضخم. لا ننسى أنه عوائد سندات الخزانة الأمريكية عندها وصلت إلى أدنى مستوياتها، فنتحدث عن 10 سنوات الآن عند 0.57%، عند أمد استحقاق السنة 0.14%، وهي أقل من مستويات الفائدة بالنسبة للاحتياطي الفدرالي بربع النقطة المئوية. بالتالي أيضا نتحدث عن انخفاض القوى الشرائية للنقد، وخاصة المخاوف من ذلك، يعني هناك بالفعل مخاوف بأن يتراجع الدولار بفعل السيولة التضخمية، ومتوقع ذلك، يعني أنه يعني إذا سنشهد تخلي عن الدولار ليس هناك يعني بالفعل يعني مؤثرات حقيقية، هو فقط يعني ربما يعني دلالة، مش فقدان ثقة بل هو حالة بيع على الدولار للتوجه نحو الأصول مثل الملاذات الآمنة أو الأصول المرتفعة العائد، فبالتالي يعني ربما نشهد بعض الضغط وحالة من الضغط على الدولار الأمريكي في الفترة القادمة. نعم، اليوم الأسواق أيضا تنتظر في الولايات المتحدة الأمريكية إعلان نتائج الكثير من الشركات القيادية حقيقة، ما الذي تتوقعينه لافتتاحية وول ستريت اليوم في العقود الأجلة التي تشير إلى بعض التحسن على الرغم من كل الأخبار التي أعتقد أنها مناخها سلبي بشكل عام؟ نعم، بالفعل الفيوتشر عم تدل على ارتفاع العقود الآجلة، وهو توقعات بأن يكون هناك
ارتفاعات، لأن ما زال المستثمرون عم بيتغاضوا عن أي إصابات حول فيروس كورونا أو أي ربما يعني ربما عن حصول أي إغلاقات اقتصادية. هناك تفاؤل بأن يكون أي لقاح حول الكوفيد 19 هو عم بيخلي هناك ارتفاعات لهذه الأسواق. لا ننسى أنه انخفاض الدولار الأمريكي عم بيلعب أيضا الدور نحو اتجاه نحو الأسهم، فلا أستبعد أنه يكون في تذبذبات في الفترة القادمة بالنسبة لأسواق الأسهم، يعني وخاصة لو حصل أي توترات أمريكية صينية رح يكون أثره سلبي جدا على الأسواق. سوف نراقب بالذات هذا الموضوع، أيضا موجة التحفيز التي سوف يقرها الفدرالي الأمريكي سيكون لها انعكاس، بالتالي الاتجاهات نحو أسواق الأسهم تعتمد على مدى البيانات التي سوف تظهر، سواء من قرارات إيجابية من الفدرالي الأمريكي أو من حدة التوترات الأمريكية والصينية. بالفعل لو زادت التوترات وكانت هناك ردود فعل صيني بين الولايات المتحدة الأمريكية فعلا سوف تؤثر بشكل سلبي على الأسواق، لكن المستثمرون في الوقت الحالي يتغاضون كل هذه الأمور ويتجهون، والدلالات سوف ترتفع، ولا أستبعد هذا الارتفاع والتوجه نحو الملذات الآمنة وأيضا الأصول ذات العوائد المرتفعة. شكرا جزيلا لك لينا قنوع، وأنت محللة أسواق مالية في إكويتي جروب.